فرصة كابتن سعد معوض معانا على الهوا. شايف أداء النادي الأهلي برونزية كأس العالم، يعني واحد من أمتع كؤوس العالم للأندية اللي أدى فيها النادي الأهلي، وبعدها بأيام قليلة السوبر المصري وتتويج النادي الأهلي بالسوبر المصري. شايف الفترة دي إزاي، وشايف الضغوطات والماتشات الصعبة والتقيلة؟ بنتكلم في حوالي ما يقرب من أسبوعين في 5 ماتشات من العيار التقيل يعني. والنادي الاهلي مدى كاس العالم اسامه بمباراه قويه جدا، اتحكمت وعمل نتيجه واداء قوي وكان ماشي بشكل كويس جدا. مباراه قبل النهائي احنا كلعيبه ما قدرناش نصدق ان احنا عندنا الامكانيه ان احنا نلعب نهائي، يعني حسينا الامور بعيد. لو لعيبه النادي الاهلي كان عندها الفكره دي او ان هي معتقده ان انت ممكن تكسب وتكسب بشكل كويس في الشوط الاولاني، كنت ممكن تكسب وتعدي وتلعب مباراه نهائيه. بس في الاول والاخر حتى ما حصلت النتيجه وخسرت، اما لعبت على المركز الثالث والرابع لا اديت اداء قوي جدا مباراه بعدها بيومين، واديت اداء بدني قوي اداء فني قوي. بعد كده رحت كاس سوبر تاخد البطوله في وجود 4 فرق، فانا شايف ان الاهلي ماشي بشكل كويس. في بعض الفترات الاداء بيقل، ده طبيعي جدا، ده طبيعي لان انت برضو عندك لعيبه بتلعب عدد ماتشات كبير جدا. بتحاول تغير عدد من اللعيبه بس مش كل اللعيبه زي بعض، اكيد في فروق فرديه لبعض اللعيبه شويه، اكيد الاداء بيقل شويه. بس في الاول والاخر لما تيجي تحسب كبدايه موسم، انت تاثرت بمباراه السوبر الافريقي في الاول، انما رجعت بشكل كويس في الدوري. جاء بعد كده الدوري الافريقي اللي هو ماتشاته كانت صعبه جدا لان ماتشات قريبه جدا وسفريات بعيده جدا، فده اللي اثر عليك، وخصوصا مباراه سان داونز. يعني الفرق ما بينها انت اكنك سافرت سفريتين، سان داونز لعب على ملعبه وجاء لعبك هنا، هو سافر مره واحده، انت سافرت هناك ورجعت يا اسامه مع الفرقه نفسها، انت فاهم؟ فانت اكنك سافرت مرتين، فاجهاد للفرقه غير طبيعي وبتلعب خلال 3 ايام. فانا شايف يعني دي مرحله وعدت، انت دلوقتي عندك فرصه ذهبيه زي ما انت قلت فتره التوقف ده، لازم تجهز اكبر عدد من اللعيبه، تدخل اللعيبه الجديده جوه الفرقه، الاضافات اللي جايه خلال يناير. احنا اتكلمنا على صفقه واحده، اعتقد هيبقى في حاجه تانية او صفقتين كمان، فانا بشوف ان كل دي اضافات للنادي بتدي لك حلول كبيره جدا، لان انت عندك بطولات تانية جايه كتير برضه. حقيقي كابتن سيد معاوض واحد من نجوم المنتخب الوطني اللي اخذوا كاس الامم الافريقيه مع منتخبنا الوطني النهارده بعد سفر منتخبنا الوطني، رسالة الكابتن سيد معوض للاعبي المنتخب. يعني لعيبة المنتخب لازم عندهم حلم، حلم ان هم ياخدوا البطولة، الجيل ده عمل حاجات كويسة كتير، بس الا الفوز ببطولة افريقيا. انت بامانة عشان نتكلم على ارض الواقع، انت رايح وعندك 3 حاجات ميزات عن المنتخبات التانية، عندك اسم كبير لمنتخب مصر، عندك نتائج في البطولة دي قبل كده نتائج كبيرة جدا، عندك محمد صلاح اهم لاعب او من اهم اللاعبين في العالم دلوقتي، او اهم لاعب في بطولة افريقيا اللي انت هتشوفها، فانت عندك 3 ميزات عن اي منتخب. فانا شايف المنتخب عنده القدره، بس هي اكيد لازم تتاخد مرحله مرحله. الاول مباراه موزمبيق، مباراه افتتاحيه، بعد كده لازم ان شاء الله تبقى اول مجموعه، بعد كده المنافسين في الادوار المتتاليه، فعندك الامكانيات. هي الحاجه الكويسه في منتخب مصر السنه دي ان انت قبل البطوله عندك عدد كبير من اللعيبه في فورمه كويسه جاهز، فان شاء الله يكونوا في البطوله ماشيين بشكل كويس. اخيرا لو سيد معوض مكان فيتوريا، فتوح ولا حمدي يلعب باك ليفت؟ هو اكيد حمدي، اكيد حمدي، لان حمدي رجليه في الملعب بقاله 3 شهور، برضه عشان اللعيب ما يبعد عن الملعب كتير بيتاثر بدنيا وفنيا. والنقطه الثانيه خلي بالك انت في ماتشات ممكن تستخدم فيها فتوح، انما حمدي عنده الامكانيتين بيدافع ويهاجم. فانت يعني هتيجي مثلا مباراه غانا هتلاعب مين؟ هتلاعب حمدي. فلازم تبدا بيه موزمبيق عشان يخش جوه الفرقه برضه من البدايه، فانا اعتقد ان حمدي هو اقرب يعني. كابتن سيد معوض نجم الاهلي السابق، بنشكرك شكرا جزيلا. دي كانت مداخله مهمه مع الكابتن سيد معوض، طمنا فيها على عمر، يعني زي ما هو قال ده واحد من ابناء برنامج الاشبال اللي دايما كنا بنسلط الضوء عليه، بنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع يصول ويجول مره اخرى في ملاعب الناشئين، والفتره اللي جايه يعني يصعد كمان الدرجه الاولى، ان هو فعلا واحد من المواهب الموجوده في النادي الاهلي.